أعزائي <تكّنى> المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات جديدة. ما زلنا مع بطاقة تعارف أو بطاقة البيانات الخاصة ببولس الرسول. E بنتعرف عليه من خلال بعض المعلومات الأساسية. إحنا يعني كنا خلصنا أول 11 نقطة من ضمن 22 نقطة، النقطة 12 المرتبطة بدرجة الغيرة. ودرجة الغيرة عنده لو عايزين نصنفها مضطهد الكنيسة ووصل لغيرته لو عايز تقيس غيرته انه كان مضطهد للكنيسة والامر ده متكرر كتير في سفر الاعمال سواء في حياة بولس كيهودي او بعد ما صار مسيحي يعني اكتر من مرة اشار قد ايه كان بيضطهد الكنيسة لكن هو نفسه في تيموثاوس الاولى واحد 13 انه في الحالة دي في الغيرة دي كان يقاوم الله بجهل في عدم ايمان. يعني يبدو وكانه مؤمن بقضيته اللي هي اضطهاد الكنيسه لكن الغيره دي اللي كانت عنده هي الغيره اللي كانت محببه لاي يهودي، اي يهودي كان يتمنى وبيعتبرها اعظم صفه انه يكون عنده غيره من ناحيه دينه او من ناحيه ناموسه او من ناحيه تقاليده. ليه بقى بيرجعوا لسفر العدد 25 عندما غار في نحاس غيرة للرب في اللحظة دي الله أعطاه ملكا أو كهنوتا أبديا أعطاه كهنوتا أبديا نتيجة الغيرة دي وفي نفس الوقت بيسترجعوا لما داود يقول غيرت بيتك أكلتني الغيرة دي من أكثر الصفات المحببة وبولس في الأمر ده كان يعني في غاية التطرف في الغيرة بتاعته كان عنده استعداد أنه يمحي كل أعداء اليهودية من وجه الأرض يعني كان عنده استعداد يعمل أي شيء إلا اه أن يكون في طريق أو مذهب أو فكر اه ضد الفكر اليهودي عشان كده شارك مثلا في رجم استفانوس كان راضي جدا بقتله كان بيجر المؤمنين عشان يتحكموا في اورشليم خرج عن نطاق اليهوديه اورشليم وذهب الى دمشق يعني كان بيحاول يبذل جهد غير عادي عشان مش بس يبين غيرته لكن عشان يعبر عن غيرته. هي مش عشان يظهرها لا هو يعبر عنها بمعنى ان دي حقيقته من جوه. يعني ده اخلاصه لمبدأه او لفكره او لدينه كما هو كان يعتقد. صار هو الاداه الرسميه والاساسيه عند آه المجمع الاعلى اللي هو سنهدريم هو اكثر شخص كان بيتقدم الصفوف في الامر ده وتعرف بيه وتعرف طبعا الكنيسه وتعرف للتلاميذ شخص بولس من الناحيه دي فيعني النقطه رقم 12 درجه الغيره هو مضطهد للكنيسه الامر 13 التزامه بتقاليد الاباء واحنا قلنا قبل كده انه هو كان شخص فريسي والشخص الفريسي عنده الكتب المقدسه والتقاليد الاباء تقريبا ليهم نفس السلطان متساويين وبالتالي ده كان التزامه بتقاليد الاباء وافر الغيره نفس الكلام يعني عنده غيره هنا وغيره هنا ممكن هنا بين ال يعني ده, ده ده بولس ده بولس حتى عندما او صار مسيحي يعني هو اوفر غيره من اي حد تاني هو قلبه مليان بحماس شديد لما يعتقد فهنا التزامه بالتقاليد ودي هناخدها في فصل كامل عن بولس والتقليد اليهودي وازاي اتاثر بالتقليد اليهودي وازاي في عشان يوصل الرساله لليهود استخدم كتير من التقليد اليهودي اللي هو طبعا كان يعني شبعان بيه كان مليان بيه كان يعرفه كما يعرف الكتب المقدسه المقصود بالتخريد اليهودي بصفة عامة لغاية لما نروح للتفاصيل هي ما يسمى المشنة والجمار والاتنين دول المشنة والجمار الاتنين دول بيعملوا حاجة اسمها التلمود وكان في حاجة اسمها التلمود البابلي ده في اتعرف في السبي والتلمود اليهودي أو الأورشليمي وبولس كان أقرب للتلمود الأورشليمي وطبعا اليهود بيدعوا ان التلمود ده اللي هو مجموع شروحات الناموس وبعض ما لم يأتي في التوراة يعني إن رب كلم موسى بأشياء لم تذكر في التوراة موسى أعطاها لهارون وهارون إداها لأولاده الاثنين أولاده إدوها ليشوع يشوع إداها لشيوخ إسرائيل ومن اللحظة دي صارت لليهود وبقت شيء مكرم جدا المسيح طبعا كان ضد التقاليد دي يعني المسيح في متى 15 وفي مرقس السبعة يوصف التقاليد دي بأنها تقاليد الناس ويسميها تقاليد الشيوخ ويسميها وصايا الناس ويسميها تقاليدكم يعني دي أربع أوصاف في الأنجيل الرب يسوع بيتكلم عن ما جاء في هذا التلمود أو في هذا المشنة لكن معلم اليهود كيف كانوا يرون التقليد اليهودي وده زي ما قلت هستعرض بقى بأدلة كتيرة التقليد اليهودي كان واصل لإيه بيقولوا إيه المعلم اليهود أن الكتب المقدسة هي الماء والمشنة هي النبيذ والجمارة هي نبيذ ممسوك يعني يعني شوفوا بيعظموا من قيمة التلمود أو المشنة والجمارة تقاليد الشيوخ الوصايا الصغيره اللي خارجه من اناموس لكن زي ما قلت لكم هو كان كان كل همه ان يحافظ على تقاليد الاباء الى اقصى درجه ممكنه يبقى احنا خلصنا اول نقطتين 12 و13 في البطاقه الشخصيه بتاعه الرسول بولس في 14 التربيه يهوديه ايضا في بولس الرسول والكتب المقدسه وبولس الرسول والفكر اليهودي هنتكلم عن هذه التربيه اليهوديه. خاصه انه عاش طفولته في طرسوس في مقاطعه كانت امميه. خلوا بالكم الناس اللي بتعيش في غربه في ايام بولس ويمكن لغايه النهارده بيبقوا اكثر تحفظا اكثر خوفا على اولادهم من الثقافه اللي هم عايشين فيها. فبيحصروهم على الأقل في سن الطفولة بأشياء تحميهم من تأثيرات هذه الثقافة فتكتشف مع أنه بعيد عن أورشليم وعن الهيكل وعن الـ الـ اليهود اللي هناك وعن الجو البيئة اليهودية دي لكنه هو في غربة هو بعيد أحيانا البيوت بتخاف على أولادها فبت تزود احساسها او وتطعمهم وتحميهم من هذه الثقافه الوافده او الثقافه اليونانيه لئلا تشغل تشغل اذهانها. بولس الثقافه التربيه اليهوديه اخذها من والدته اخذها من المدرسه الملحقه بالمجمع واخذها ايضا من غملائيل. اي يهودي اي يهودي لغايه سن ال 12 او 13 بكتير بيبقى في مدرسه ملحقه بالمجمع طبعا في يهود ما كانوش يدخلوا ما كانوش يروحوا لكن كل الاهالي او يعني الاباء والامهات اللي بيخافوا على اولادهم دي زي مدارس الاحد يعني حتى لو هو مش مهتم بيخاف على ابنه فبيوديه المدرسه دي وغالبا الامهات كانت اكثر اهتماما فكان بتودي الابن لغايه سن 12 او 13 اول ما بيوصل لسن 12 او 13 بينزل الاهل والاقارب والمعارف الى اورشليم في اول عيد فصح ويجي الاب يمسك بيد ابنه وصاد رئيس الكهنه ويبتدي يتكلم عن انه آآ آآ يعني راعى تربيه ابنه يعني واهتم بيه وفي تنشئته اليهوديه وفي نفس الوقت بتيجي لحظه يروح يعني سايب ايده والاب يتراجع لورا ويشاور على ابنه ويقول ابني هذا اصبح كامل السن، طبعا امام كل الشهود وامام رئيس الكهنه. ابني هذا اصبح كامل السن في معرفه الناموس والتزاماته وبالتالي يصير هو المسؤول عن خطاياه ولست انا. يعني الاب كانه بيبرأ ساحته من ان حد يحاسبه عن خطايا ابنه لغايه سنه 12 او 13 الاب والام بيتحاسبوا وبالاب بصفه اساسيه لكن اول ما كبر كده وراح الى اورشليم وذهب الى الهيكل وتقابل مع امام رئيس الكهنه والاب ترك ايده وصار في اللحظه دي هو مسؤول عن تصرفاته او عن افعاله يصير هو اسمه ابن الناموس او ابن الوصيه يعني يرجع لبيته ابن وده بيبقى احتفال ضخم. ما فيش حد من العيلة مش بيحضره. يعني واحده من اهم الايام في حياه هذا الشاب وفي حياه هذه العائله انه صار ابني ده هذا ابن الوصيه او ابن الناموس. صار هو المسؤول عن افعاله. الكلام ده مردوده فين؟ نلاقيه في يوحنا تسعه. لما المولود اعمى وطبعا كان كبير في السن ما كانش 13 سنه. جم سالوا الاب والام. يعني يعني عن اللي بيقولوا ابنهم انه بي كان بيشهد ليسوع فقالوا في المجمع ايه؟ اسالوه هو كامل السن. يعني احنا ما لناش دعوه بيه، احنا مش مسؤولين عنه من اللحظه دي. هو كامل السن، اسالوه. فهي فعلا كامل السن، اسالوه بتيجي عند سن 12 او 13 سنه. لكن كمان من الحاجات اللي ساعدته انه بعد ال 13 سنه ذهب الى اورشليم. وتعلم عند قدمي غملائيل ومش بس كده ما كانش عنده فرصه يكون فريسي الا لو كان في اورشليم ما ينفعش فريسي وهو في طرسوس يعني ان ينضم لحزب الفريسيين أه ما كانش ممكن يحصل الا لو هو في اورشليم او هو في اليهوديه وبالتالي كانت عنده فرصه انه كمان مش بس يبقى تلميذ لغملائيل لكن ايضا يبقى جوه هذا الحزب اللي كان كتير من اليهود الغيورين يتمنوا يكونوا جزء منه حتى لو كان في سمعه ما او بعض بعض هؤلاء الفريسيين ما كانوش اهل للثقه دي انهم يكونوا معلمين. الامر ال 15 من بعد الديانه اليهوديه الثقافه اليونانيه. وهو ده منطلقنا في كل دراستنا لبولس الرسول، الثقافه بتاعته. يعني تقريبا ما فيش رساله تقريبا ما فيش خطاب لبولس الرسول الا ونلاقي بعض العناصر اليونانيه بعض المصطلحات والكلمات اللي صعب نلاقيها يعني كلمه مصارعات وحوش دي دي الرياضات ما يعرفهاش اليهودي يعني انه مصارعات الوحوش اللي بيتكلم عنها في أفسس وبيكلم عنها في كورنثوس دي ما يعرفهاش غير اهل الثقافه اليونانيه والرومان دي موجوده في الالعاب الاولمبيه المصارعات دي اللي كان بيجيبوا البطل ويبتدي يصارع وحوش وغيره مواكب النصره كل الامور كتير حاجات لا تنتهي لكن باختصار بقى بولس كان معاصر جدا لعصره كان حاضر جدا في حضرته كان مثقف بكل ثقافه زمانه تسلح بهذه الثقافه لهدف واحد طوع هذه الثقافه لهدف واحد وده اللي لازم يكون في عينيه يعني قصاد عينينا لن ننبهر ببولس الرسول بمجرد المعلومات اللي عنده لكننا ننبهر به وانبهرنا يزيد عندما نعرف كيف وظف واستخدم واستأثر هذه الثقافة في خدمة رسالته عشان نقتدي به عشان نتعلم منه الثقافة اليونانية كان التفكير حياة كان اسلوب حياة ما كانش حاجه بتدرس خالص دي كانت كل حاجه في البيئه حواليك كويس يعني في المعاملات اليوميه انت بتخرج من بيتك بتصطدم بهذه الثقافه بتتقابل معاها لا يمكن الفكاك منها الا يمكن في مكان زي اورشليم لكن في كل ارجاء المعموره بقى والامبراطوريه اللي بولس الرسول جال وصال فيها كلها ثقافه يونانيه يعني في امبراطوريه رومانيه لكن الثقافه اللغه لإن اللغة مش مجرد مفردات. اللغة مش, مفرد مش مجرد مفردات، اللغة مفاهيم. اللغة أفكار. يعني في ناس كتيرة تعرف تنطق كلمات. ممكن يحفظوا كلمات. لكن ما يفهموش معناها. ما يعرفوش الغنى اللي فيها. ما يعرفوش يستخدموها. بولس ما كانش كده. بولس كان عارف الثقافة دي تمامًا زي اي شخص دارس وعارف ثقافته يقيني انه ما كانتش حاجه مسيطره عليه ده 100% ناموس او كتب العهد القديم الكتب المقدسه هي المسيطره لان زي ما احنا عارفين كتب العهد الجديد اول من كتب في العهد الجديد هو بولس الرسول سنه واحد وخمسين ميلاديه ما كانش في اي انجيل كتب لكن الكتب المقدسه هو اللي تربى عليها هو اللي عاشها يعني فبس الثقافه اليونانيه اخذتها كواحد يعيش عصره ويريد ان يؤثر فيه ويريد ان يغير فيه ويريد ان يحرر فيه فكان اهتمامه بهذه الثقافه من الناحيه دي من الزاويه دي فتثقف عارفين زي موسى اخذ كل ثقافه المصريين عشان يقدر يأثر برضك. احنا مش نقدرش نعزل نفسنا في الزمان والمكان ونقدر نغير في الزمان والمكان. ما نقدرش. لازم أكون ابن البيئة بتاعتي. لازم أكون ابن الزمان بتاعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عشان أقدر أوصل الرسالة للناس اللي حواليا. بولس تأثر بعلوم عصره جدا بكل اللغات اللي حواليه بمفاهيمها جدا بولس اهتم بكل الديانات الوثنيه بكل الفلسفات اليونانيه بكل ما يختص باللي حواليه. الامر الستاشر هي الجنسيه الرومانيه يبقى احنا قلنا الديانه يهوديه الثقافه يونانيه الجنسيه رومانيه والجنسيه الرومانيه واضحه جدا وهنديها بقى اكثر من حلقه عن بولس المواطن الروماني او بولس والقوانين الرومانيه لان الامر ده واخد مساحه مش قليله في حياه بولس الرسول واضح الجنسيه دي اخذت يعني دور كبير في حياته وغالبا كانت لازمه ليه وكانت مؤهله ليه يعني بطرس ما كانش مواطن روماني فلم يرسل للامم يوحنا لم يكن مواطن روماني دول كلهم يهود أصلة يعني دي منطقتهم. هذا الشخص الذي تربى فيه ترصوص في طرسوس في مقاطعة كيليكية، جده ال... يعني جد يعني والد والده أخذ الجنسية دي وأعطاها له. فهو اتولد في الجنسية دي. اتولد في الامتياز ده. إزاي نقدر نشوف الأمر ده؟ أنا مش مش هدخل في التفاصيل لكن بوعدكم إن الحلقات المرتبطة ببولس الرسول والقوانين الرومانيه هنكتشف قد ايه اه الامر ده اه فرق مع بولس لان الجنسيه الرومانيه دي كانت امل عند الناس كلها اي شخص كان يشتهي كان يحلم عارفين زي في ناس دلوقتي تتحلم بجنسيات معينه دي كانت اعظم وارفع جنسيه اي مواطن في الامبراطوريه يتمنى يكون في الظروف بتاعه اه بولس الامر ال17 صنعته وحرفته الخيام وما اكتب عمله لانه عمله هو اللي جاي بعد كده الكراسة دي صنعه دي حرفه ودي هنتكلم فيها في قضيه العمل يعني تبقى واضحه في قضيه العمل بولس قرر انه يمتهن المهنه اللي غالبا والده كان فيها خلوا بالكم الخيوط الماعز الاشهر في العالم في ذلك الوقت في الامبراطوريه كلها اسمه كليكيوم كليكيوم جايه من كيليكية لان هي اشهر مكان كان بيتصنع فيه الخيام دي او شعر المعز اللي بيتحول الى خيام بولس اخذ المهنه دي الصنعه دي وصار خيام ولما نوصل لقضيه العمل هنتكلم باكثر تفصيل ازاي هو كخيام قضى وقته انا بجري شويه لان زي ما قلت لكم في فصول في الحاجات دي يعني مش في فصول كامله هناخد اكتر من حلقه في كل واحده من دول إيه العمل بتاعه بقى؟ رسول الأمم، بس كده. لو سألته في البطاقة بتاعتك إيه عملك؟ هيقول رسول الأمم. إتعرف في الكنيسة الأولى بإنه رسول الأمم. أكتر لقب إتعرف بيه، أكتر لقب إتنادى بيه، أكتر لقب إتكتب بيه عنه إنه رسول الأمم. من بداية تكليف المسيح ليه من أعمال تسعة للنهاية هو عارف إنه مرسل لهذه الأمم. وبالتالي فهم الدعوة اللي جت من المسيح إنها مرتبطة بتكوين وتشكيل الله ليه طول الحياة منذ أن كان في بطن أمه وهو مفرز لهذه الخدمة وبالتالي كل الخبرات اللي هو عد عليها كانت موجودة أو حصل, حصل, حصل على حصلها عشان الخدمة دي وعشان الرسالة دي كراسته هي عمله هي خدمته هي حياته أنفق كل حياته في هذه الخدمة دخل السجون تعرض لظلم تعرض لعذابات لاضطهادات بسبب هذا العمل طبعا لو كان اكتفى كخيام ما كناش لا هنقرا عنه ولا كان هو هيجتاز الظروف الصعبه دي معلمه هو غملائيل لما نيجي لفصل بولس والكتب المقدسه سنفرد كلام كتير جدا عن غملائيل بس غملائيل هو ابن سمعان ابن هليل هليل ده هو صاحب مذهب اسمه هليل يعني يعتبر هو جده بقى وهليل ده كان مذهب مفتوح متسع بخلاف شمعي او شماي المذهب اسمه شماي لان مؤسسه شمعي ده كان مغلق كان متزمت كان مقفول يعني نشكر ربنا انه يعني ما كانش معلمه حد من مدرسه شمعي والا كانت التزمت كان بان في بالعكس بولس الرحابه اللي فيه، وخلوا بالكم من ضمن الاشياء اللي كانت مرتبطه بغملائيل حرصوا على انه يدرس الثقافه اليونانيه لتلاميذته. يعني دي من الاشياء اللي مكتوبه عنه. وكان واحد من ضمن اهم سبع معلمين في تاريخ اليهود. يعني هو متعلم عليه باعتباره واحد من اهم سبع معلمين في تاريخ اليهود، وكان بيسمى بغملائيل الاول او غملائيل الكبير او غملائيل العجوز. وبولس الرسول لما اشار اليه في اعمال 22 الكلام ده كان 57 ميلاديه هو كان مات غملائيل سنه 52 يعني بعد خمس سنين من موته لكن كان مشهور جدا كان يا بخت الشخص اللي بيقدر يتربى عنده هتكلم كتير عن هذا المعلم قال عنه التلمود بقى منذ ان رقد الرباي اي المعلم غملائيل انطفأ مجد الناموس قال عنه يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن الشعب كان يشهد لهذا الحكيم الذي كان يعتبر أنه كان متمكنا تماما من وصايا الناموس وكان قادرا أن يشرح كل معانيها لكن الأهم من الشهادتين دي شهادة العهد الجديد في شهادة العهد الجديد في أعمال خمسة وهو طبعا يعيش كان مقرما وموقرا في عيني كل الشعب رقم عشرين بلد الميلاد هي ترسوس كيليكيه طرسوس فيها أهم ثالث جامعة بعد جامعتي أثينا والإسكندرية وكانت ميدان واسع للعلم لدرجة سموها أثينا الشرق الأوسط سميت أثينا الشرق الأوسط بسبب كده وتعتبر من المدن القديمة يعني على الأقل عمرها ألفين قبل الميلاد والبعض وصل لأربعة آلاف لكن على الأقل من المدن القديمة جدا واشتهرت جدا بصنع الخيام الرقم واحد وعشرين بلد الدراسة يبقى بلد المنشأ أو الميلاد خلص اتكلمنا عنها ترسوس بلد الدراسة هي أورشليم طبعا هنتكلم عن أورشليم ايه مدينة داوود مشتهى اي يهودي. المدينه اللي فيها هيكل الرب. المدينه اللي فيها المجمع الاعلى او السنهدريم. المدينه اللي فيها كل علماء اليهود وكل معلم اليهود اللي زي غملائيل. المدينه اللي اللي يتربى فيها بنتاكد من تربيته اليهوديه. ونتأكد من سلامه هذه التربيه. المدينه التي تاثر بها بولس طول الحياه. مش بس الفترة الصغيرة اللي قضاها فيها. وكانت بالنسبة له هي المحطة الأخيرة أو قبل الأخيرة في كل رحلاته الكرازية. صار بقى بالنسبة له اللي فيها الكنيسة الأم فيها كنيسة الأعمدة المعتبرين أعمدة. آخر بلد هي بلد هي أنطاكيا. بلد الخدمة بقى. أنطاكية سوريا. بلد الكنيسة المحلية الخاصة بيه. دي الكنيسة اللي أفرسته، دي الكنيسة اللي صامت من أجله، دي الكنيسة اللي كانت بتصلي من أجله، دي الكنيسة اللي استقبلته. بعد كل رحلة والكنيسة دي كان فيها واحد اسمه نيكولاوس دخيل هو أحد الشمامسة السبعة اللي موجودين في أعمال ستة كانت تعد ثالث أجمل مدن الإمبراطورية بعد روما والإسكندرية واخدين بالكم إسكندرية إزاي عامل مشترك في كل المعلومات اللي بنقولها أطلق على المس... المؤمنين أولا لقب مسيحيين في أنطاكية سوريا لاول مره يتعرف انهم مسيحيين واعتبرت اعتبرت هذه الكنيسه هي الكنيسه الام بالنسبه للمسيحيين الامم يعني بقت هي ملجا المسيحيين الامم وبقت هي الكنيسه المحليه البولس واعظم شهاده ليها ان هذه الكنيسه أنطاكية سوريا خرج منها يوحنا ذهبي الفم في القرن الرابع الميلادي يوحنا ذهبي الفم دي البطاقه السريعه عن بولس الرسول أتمنى نكون وقفنا عندها لأن كل العناصر دي هنتكلم فيها باستفاضة في الحلقات الجاية فإلى اللقاء